انا ماما انا مام. لا مش انت. لا مش انت. هي ولا مش هي؟ بص عماله تعيط مش عاجبها مش عاجبها. تعالي تعالي تعالي. بص ولا اي انداز. دي ماما اهي. حاولي. نحجز طيران ولسه نعمل كل حاجه، بس احنا خلصنا التاشيرات وخلصنا تقريبا اغلب الاوراق اللي المفروض تخلص، فهي خلصت خلاص، فناقص حاجات بسيطه بس، واولها طبعا تحليل كورونا اللي زينب خايفه اصلا تعمله. زينب خايفه والله يا جماعه، انا خايفه اعمله، يعني مش عارفه متفكر ما تخافيش بسبب التحليل ده. يعني هي شافت فيه بتاع كده تمام بتخش كده قالت لا هو ده التحليل، قلت لها هو ده التحليل، قالت لا انا مش هروح اعمله خلاص، انا مش عايز اسافر، انا مش رايح فين، انا قاعده، لا انا قاعده في مصر خلاص مش مسافر. قلت لها يا زينب لازم نعمله عشان نسافر، وحتى كمان تعرف ان احنا لو راجعين مصر تاني برضه لازم نعمله. يعني عارفه انت مثلا لو رايحين مصر وراجعين من مصر على الامارات كل شويه كل شويه هنعمل التحليل ده، هنصور لكم طبعا كل حاجه من اول دلوقتي لحد ما نسافر ونوصل الامارات. بنحبكم جدا، ولو انتوا لسه جديد على القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات ممكن، واكتبوا كومنتات كتيره جدا قد ايه حبيتوا الفيديو دوت، وفي اخر الفيديو زي لازم نقول لهم ايه، سلام.